شو بها؟ شو صاير لك شاهيناز؟ خير شو صاير معك؟ احكي لي بنتي. سعيد خير شو صاير معكم؟ يا الله دخيلك، شكلك كتير تعبانة مو؟ سامي وقف لحظة، كانت تعبانة وما حكيت لشي، خليها لتروق وبعدين بتحكي لنا. بعيد سعيد، طول بالك ولا تطلع هلأ. بعيد سامي، شو بهون؟ شو صاير معهون؟ ما في شي، انت لا تتدخلي. سامي سامي بس اسمعني، بترجاك تسمعني. ليك انا جديد لعرفت انه فياض ما مات ولساته عايش. هددني بالبيت وحط السكين على رقبة زينة، وقتها خفت كتير، وحياة ربي اني ما خفت على حالي ولا خفت على اختي، خفت عليك بس مشان ما تعصب انت وتروح لعنده وتقتله. والله ما كان بديك تقتله وتوسخ ايديك بدمه، رحت فهمه لحتى يبعد عنا واطلب منه ما عاد يقرب علينا مرة تانية. سامي بترجاك صدقني، ببوس ايدك، انا غلطتي كبيرة، ما كان لازم اروح لعنده وكان لازم اجي واحكي لك كل شي صار. والله عملت هيك لاني خفت، بترجاك سامحني. بس اللي عملتيه اسمه خيانة، وبعملتك تعنطيني بظهري، وبنظري انت وفياض ما بتفرقوا عن بعض. انت خاينة شاهيناز ومالك امان. كانوا عم يتخانقوا مشان هداك الشاب الاشقر معه. انو شاب اشقر؟ عن مين عم تحكي؟ هذا الشاب يلي شاهيناز وامه راحوا اخدوا له سوزان بايديهم لعنده، وقتها رحتوا مشان تخلصوها من بين ايديه. قصدك فياض؟ فياض. شاهيناز اخدت سوزان بايدها لعند فياض؟ الله وكيلك، اخدوها مثل ما بياخدوا الغنم يطعموها للديب. عم قلك انا شفتهم. شاهيناز ليش هيك عملتي؟ مزبوط اخدتي سوزان لعند فياض؟ قولي لي انه هاد الكلام مو صح. سعيد انا بوس ايدك قولي ما لي علاقه. بلا، انا كنت بدي احمي زوجي واحميك واحمي عائلتنا من هالمجرم. سوزان هي سبب كل المصايب اللي عم تصير بهاد البيت. لك كيف قدرتي تعملي هيك؟ انت سبب المصايب مو سوزان. كيف بتاخديها؟ بتعرفي انه جوزك كان رح يقتل الزلمة لولا لطف الله، وكانوا بدهم يقتلوني كله بسببك. لك انت دمرتينا. ما توقعت منك هالحكي. انا اللي ربيتك وتعبت عليك اكتر من امك، شلون قدران تحاكيني هيك؟ لك يا ريتني متت قبل ما انحط بهالموقف. دايما كنت اتعامل معك على انك امي، بس يلي عملتيه ما بيحملوا عقل. سوزان اتصلت فيك وبعثت لك مسجات، ليش ما رديتي؟ ما كان جاي على بالي رد على حدا. شو معناته هالحكي؟ يلي فهمته بلكي انا ما كان جاي على بالي اسمع صوتك مثلا، ممنوع يعني؟ شو القصة؟ متضايقة من شي يعني؟ عادي، ماني متضايقة من اي شي، ومن اليوم ورايح لا انت ولا اي حدا بيقدر يضايقني، فهمان؟ وما عاد تفرق معي ومبسوطة. شوف بس فهميني شو الموضوع، لازم اعرف شو يلي صار. طيب ممكن اكون غلطان معك وماني منتبه، احكي. لك شو صاير لك؟ انت غبي سعيد غبي. قلتي لخليل مثل ما اتفقنا معه؟ شو ما رد عليك وعم تتفشش فيني هلا؟ قلي لي والله بطلع بروحه اذا هو يلي مضايقك. ما قلت له شيء. شلون ما قلتي له؟ ليش ما حكيتي؟ ما حكيت لانه ما بدي احكي. شو هالحكي سوزان؟ انت لساتك ولد، ولد صغير وما نو عارفان شو بده. خلصنا كل مره بتشنطتني معك وبتطلع عيوني. تعرف شغلة؟ بدي حدا يريحني ويكون
يكون بحياتي رجال حقيقي حس بالأمان وقت بكون معه. أنا رجاله بيعرف شو بده. وأنا هيك كنت مفكرة، بس هالطلع وهم كله. أنا وخليل حنتجوز. يعني هلأ عم تستفزيني أنتي؟ ويلي بيناتنا طلع وهم؟ سعيد اطلع لبرا، الموضوع انتهى مفهوم؟ لك سعيد شبك انت جنيت؟ بعد عني. مساء الخير. تفضل تفضل. رح احكي لك قبل ما تسألني. بكرة رايح على نفس المطعم اللي كنت فيه ورح أسأل الجراسين، بدي أسألهم إذا حدا منهم شاف واحد مجروح. ما عاد في داعي تروح وتسأل أي حدا، هو لساته عايش. لأنه وليش متأكد أنه عايش؟ شفته؟ أنا شفته بعيوني، لهلأ عايش. شو هالحكي؟ شفته بالشارع. خسارة الحقير قدر يهرب مني. وعلى شو ناوي هلأ؟ بدك يعني يسوي شي؟ شوف، بدي منك تجيبه لعندي بأسرع وقت، لأنه إذا ما صار بين إيدي ما رح أقدر أرتاح أبداً. أنت كتير تعبان. طيب حكي لي شو اللي عم يصير معك سامي؟ نحن المفروض رفقات ما هيك؟ ما في شي عم بيصير بحياتي عم بيخليني مبسوط يا توفيق، ما في شي. شو قصتك سامي؟ أول مرة بشوفك متضايق هالقد. أحياناً الإنسان بيتضايق أكتر وقت يحكي القصص اللي عم بتصير معه. غير السيرة، اشرب. سوزان ليكي، أنا كنت عم أقول لحالي ننزل عالسوق نشتري فساتين سهرة مشان بكرة. نزلت اليوم مع خليل وجبت. يا عمري أنا كنت عم أحكي مشان فستاني. قدام عمك ما قدرت أحكي. اليوم قامت قيامتهم، سامي كان معصب بده يموتها لشيناز. شو عم تحكي خالي أمينة؟ شو الموضوع؟ هن حاولوا يخبوا علي بس أنا عرفت لحالي. هدول كانوا. خلص أجلي الموضوع. شوف يا عمي. تعي يا بنتي عادي هون جم شاهيناز. أنا وشاهيناز كنا عم نحكي من شان كتب كتابكم. إن شاء الله ألف مبروك. بس هي كمان عم تقول إنه كتير مستعجلين. ليش؟ لا تنسي فحصك صار على البواب وعندك تجهيزات العرس. هلأ ما بعرف بس أنا برأيي بلا ما تستعجلوا. أنتي كنتي مستعجلة أكتر مني على القصة. في شي ما عم أفهمه. ليكي سوزان، كنت عم أقول يعني أنه مشان كتب الكتاب ما في داعي تستعجله كتير، وبهاي الفترة أنت وخليل بتتعرفوا على بعض أكتر. برأيي لألكن أحسن. مو أنا صرت أعرفه، يعني عم أقول خلي خليل ما يستعجل بتنقاية الجهاز لحتى يقدر يختار شي منيح. أنا وخليل اتفقنا على كل شي وأخذنا الموافقة من عمي. ليش لهلأ عم نتناقش؟ أنا ما عم أفهم. كنت عم حاول أقول إنه بس بدي شاهيناز، أنا بشوف نتركهم يختاروا حياتهم. خلاص خليهم يعيشوا بعالمهم يلي راسمينه هن الاثنين. كل لحظة بتمرق عم تروح من عمرهم، وقد ما حكينا هن ما راح يفهموا علينا. وبما إنك بمكانة أختها عملتي يلي عليكي، يعني عملتي واجبك ونصحتيها. ومن اليوم ورايح بصفي واجبنا إن نوقف جنبهم ونساعدهم إذا احتاجوا شي. الحق معك عمي. صحية بنتي ما قلتي لي لحقتوا تتسوقوا اليوم؟ ايه عم يتسوقنا. أول شغلة عملناها رحنا نقينا المحابس وبعدين اشتريت الفستان. لقيت هذا أحسن حل. لا مو صح، هذا مانو أحسن حل. يلي عم تعمليه غلط. ما بيصير إنك تتزوجي خليل. أنا بعرف إنك ما بتحبيه. ليكي سوزان، بعرف كتير منيح إنه كل همك تروحي من هون، بس رح أوعدك ورح تصدقي
بدي أوعدك إنه كل المشاكل اللي نحن فيها رح تنحل وترجعي تعيشي بهذا البيت أحسن من الأول. هذا وعد سوزان. بس كل هالمشاكل أنا سببها. من تحت راسي كل شي صار معكم. ما عاد في مشكلة. اسمعي، والشي اللي كنا خايفين منه كلنا ما عاد يهمنا خلص، لأنه فياض عايش. كيف؟ عم تحكي عن جد؟ طبعاً عم بحكي عن جد، واليوم شفته. كيف؟ أنت بعيونك شفته؟ لك طبعاً بعيوني شفته، حتى هرب دغري لما شافني. ما بتتخيل قديش فرحتني بهالخبر. معناتها هلأ صار فيكي تلغي فكرة الزواج؟ ما بقدر، خلص وعدته. بس أنا ما بدي إياك تبعدي. محبتي إلك ما إلى حدود بنوب، ولولا وجودك جنبي ما كنت رح أقدر واجه كل هالمشاكل. بس الله يوفقك. هلأ بدي إياك تساعدني بالشي اللي عم حاول إني أعمله. أنا جاهز لأي شي ورح ضل معك لو شو ما عملتي، بس أنت إلغي فكرة الزواج. حأتجوز خليل يا صاحبي. ليش ما عم تفهمي إني ما عم بقدر أعيش بلاك؟ مستحيل اسمح لحالي اغلط اكثر. حاجتي يمو. عم تعملي هيك قصدا؟ انت ما دخلك فيني. لك شلون ما دخلني؟ طيب نحن ما اتفقنا من قبل؟ غلطت، مليت من تصرفاتك المولدنة. انا هلأ بحبه لخليل. هالحكي كله كذب. انت بتحبيني الي؟ مو بعد اليوم. خلاص مفهوم؟ أنا ما بسمح لك تحكي معي هيك، لأنه أنا هلأ مخطوبة. مخطوبة؟ وهذا للحفلة؟ عريسك جاب لك يا؟ سعيد، سعيد شو عم تعمل؟ سعيد اتركه بقى. عن جد أنت جليت. ما رح أسمح لك تتزوجي. عم تفهمي سوزان؟ اشتقت لك يا بنتي. عمي وهي كمان اشتقت لك، والله كل الوقت قاعدة عم تبكي عليك. قمت أنا قلت لها ليش حتى تبكي؟ هذا بضل أبوكي حاكي وعدي ومنطلع منقعد سوا لك. يعني مو معقول الأب وبنته ما يشوفوا بعضهم. صح مزبوط هيك قال لي. طيب أنت وين كان عقلك من قبل؟ كان لازم تفكر بسعادتها لما تركتها بكتب الكتاب وفضحتها قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى. يعني والله ما بعرف شو أحكي، لأنه معك حق، بس بوقتها يعني كنت غبي جاهل وتصرفت بولدنة. بس انت بتضل كبيرنا وحابين نضل تحت جناحك، وهلأ زينة محتاجتك كتير. ليش ما قلتي انك محتاجتيني يا بنتي؟ انت بتعرفي اني مستعد اترك الدنيا كلها كرمالك. طيب حياتي شو إلى معنى لولا وجودك انت وشاهيناز؟ صحيح شلونا؟ منيحة كيف بدها تكون؟ مثل ما بتعرفها. زينب موجوعة روحي. بنتي خير حبيبتي شو صار لك؟ مغصى، يمكن عم بطلع وحاسة روحي عم تطلع. أنا رايح جيب تاكسي وبرجع فورا، لا تتحركي. مو ضروري لا تجيب تاكسي، عم يصير معي هيك لأني عم بقعد كتير على الكرسي. مزبوط. طيب ليش لا تعدي على الكرسي؟ والله يا عمي أخذت على الدكتور وقال له أنه لا تعدي كتير ولازم تمشي كل يوم وتشتغل بالبيت مشان الحمل. أكيد أنت منيحة بنتي. خلص لا تأكل همي. إيه معناتها هلأ خلي ماجد يوصلك على البيت. بابا الله يخليك لا تتركني لحالي، روح معنا. معها حق، لأني ما رح أقدر لحق على كل شيء. ليك عمي الدكتور كتب لي دواء وأنا لازم روح جيبه. تعال معنا مشان ما تبقى زينة لحالها. أنا حابب بس بصراحة خايف تجي بيسان. لك لا ما رح تحكي شيء، مالك شايف رايحين بحالة إسعاف. صح يلا حبيبتي. يعني سكي. بلكي صار شيء مثلا. خلص بابا ما رح يصير شيء. تعي حكي لي شو القصة وأنا رح لاقي لك الحل فورا. ريحي لي حالك ولا تتضايقي يا روحي. ارتاحي
ما عاد بدي منك شي، لا بقى تحكي وتتدخلي. كل شي صار معي من قبل لأني كنت رد على حكيك. هلأ رح أقضي عمري كله أثبت لسامي قديش أنا ندمانة على تصرفاتي. بس يا بنتي أنا ما عملت أي ذنب، وأنا كل شي عملته مشان مصلحتك، بس لا تخليني اندم. لا تندمي، بوس إيدك تركيني بحالي، سكوتك أحسن. تمام بسكوت. سديته. بدي إليك شغلة، إذا بيوم تعبتي وأجيتي تشكي لأمك ما بتدخل بنوب ومنضل حبايب. إيه هيك أحسن، ما عاد في لعب بعد اليوم ولا في كذب. من اليوم ورايح رح كون مخلصة لزوجي، إن شاء الله ما أكون متأخرة بهذا القرار. أمينة شوفي كمان، لازم تعرفي شو عم نحكي. لا حبيبتي، يعني قاعدين عم تحكوا وأنا عم بشتغل، عندي شغل كتير ولازم خلص بكير، خايفة ما لحق كل شي مطلوب مني اليوم. طيب هلأ رح أقوم ساعدك. خير، ليش هيك معجوقين؟ شو القصة؟ ولا شي، كل يوم نفس الشغل، هي بتكبرها شوي. ايه حرام عليكم، شو عم كبرها؟ المفروض لحق لحفلة اليوم. ها؟ عاملين حفلة؟ ايه سوزان وخليل بيك اليوم رح يلبسوا الخواتم. الله يسامحك شهيناز، معقول تخبي عن امك هيك خبر؟ هلا هيك خبر بيتخبى؟ تاركي هيك شغلة وعم تحكي لي قصص ما لها لزوم؟ معقول؟ قصصي فاضية وما لها لزوم؟ هالقصص هن حياتي كلها، ما بعرف إذا فارقة معك. أمينة؟ لك يا عمري، يعني أنا ما كان قصدي أقول إنها فاضية، بس كان في شيء أهم كنتي دائما تحكي لي عنه، وبعدين تحكي لي مشكلتك. عم تفهمي علي أمي؟ يا ربي دخيلك، ألف حمد وشكر، ألف حمد وشكر. رح نخلص من سوزان، خليني أحكي مع ماجد وزينة وخبرهم، دوبون دوبون يجهزوا حالهم من هون للمساء. ما في لزوم تحكي، لا تحكي وتعذبيهم على الفاضي. رح نعمل الحفلة على الضيق بس للعيلة. للعيلة بس؟ يعني ما لنا محسوبين من عائلتكم نحنا؟ هلأ صرنا غربة بنتي؟ وأنا مثل الهبلة عزمت بيت حماكي على عشاء عرس بنتي؟ بصير خير، أنا ما رح أطلق. عندكم شغل كتير بنتي، وأكيد بدكم تخلصوا قبل المساء. طبعاً عنا، ووجودك مو وقته. لك شو هالحكي؟ أنا أميك. ها معناتها صرنا غربة عن بعض. برافو عليكي شاهين، برافو يا بنتي. ماشي انسي، ما رح أعطلك عن شغلك أكثر من هيك. شهيناز ليكي بنتي، بعد كل هالشي إذا احتجتي مساعدة اتصلي دغري بأمك. أنا ما عاد بدي مساعدة من حدا. أساساً أنت كفيتي ووفيتي بمساعدتك. طيب تمام ماشي، معناتها رح اطلع بكرامتي. انت شو لك شغل هون؟ انا ما قلت لك ما تورجيني وشك مره تانية؟ جاي اقول لك كلمتين وبعدها ما عاد تشوف خلقتي بحياتك. يلا خلصيني احكي الشي اللي بدك اياه وامشي. ليك احمد، انا اجيت مشان فهمك انك ما رح تقدر تبعدني عن بنتي، عم تفهم؟ شو هالحكي اللي عم تقولي يا مدام؟ بنتك مبسوطة بحياتها كتير، تركيها بحالها مو ناقصها مصايب وهموم. انا اما بكون وبدي مصلحتها اكتر منكم كلكم، كنت واثقة فيك لحد اليوم وسكتت بس ما عاد اسكت. مو من الاساس ما كان لازم تروحي وتتركيها؟ لك كيف بدك تطلعي بوشها هلا؟ ريح حالك، هاد مو شغلك، بس البنت رح ترجع لحضن امها. بنتك اليوم رح تصير مخطوبة، جاي هلأ مشان تزعليها بأحلى يوم بحياتها؟ سوزان خطبتها اليوم؟ إن شاء الله اليوم المساء،
عكسك انت بكل ادب رح تلبس محبس الشخص يلي رح تتزوجه، بس وقت اللي رح تعرف انه عندها ام مثلك كيف رح تكون حالتها؟ انت مستوعبه هذا الشيء؟ بس هذا الزلمه سامي. اهلا سامي، وين كنت يا ابني؟ انشغل بالي عليك طالع من البيت بكير. كان عندي شغل بابا. والخانم هلا كانت ماشيه لانه طلبها ماله موجود. انت شو جابك اه؟ ليش متفاجئه؟ ليش مين ناطره؟ خليل؟ انت شو عم تحاولي تعملي؟ كنتي تقولي لي بحبك مو؟ شو يلي تغير؟ مو هيك اتفقنا؟ مو على اساس تحاكي خليل وتنهي معه القصه؟ بتقومي بتوافقي عليه وبتكذبي علي؟ انت كيف عم تقول هالحكي لإلي؟ اساسا كل شيء صار بسببك. وانا شو دخلني؟ ليش بقى بسببي؟ ما دخلك؟ انت ما عملت شيء ابدا. لك حل عني اياه. اذا جاي تحاسبيني على غلط انت عملتيه شو بدك يعني احكي؟ سوزان لا تحاولي ترمي غلطك على غيرك، عيب. هلا اطلعت انا الغلطانه؟ ليش شو الذنب يلي عملته؟ لك انا شفتك بعيوني بتخته. تخته؟ شو قصدك سوزان؟ منال حكيت معي، قالت لي تعي شوفي حبيبك وينه. بالاول ما صدقت، وقلت سعيد مستحيل يعمل هيك شيء بنوم. بس منيح اني رحت بوقتها وشفت اللي شفته بعيني. انا بوقتها ما كنت عيان شو عم ساوي، ما حسيت بنوب. صدقيني رحت لاني فكرتها رح تنتحر. بس بعد ما صحيت عرفت انه القصه كلها كانت لعبه، وانت بتعرفي اني مستحيل فكر اعمل هيك شيء ابدا. سعيد اتركني كرمال الله. ما بتتعب اه؟ لك اسكت بقى بكفي. مستحيل صدقك لانك كذاب. انا اخذت قرار اتزوج وما رح اتراجع شو ما صار. قلت لك ما كنت وعيان على اللي عم بعمله. منال ابصر شو شربتني. حاثبت لك كلامي، بكره بتشوفي. رح جيب لك منال لعندك وخليها تعترف لك بالشيء اللي صار، وقت رح تتاكدي وتسمعي باذنك. ما رح صدقك سعيد، انت كذاب. بدك تصدقي حبيبتي، كرمالي اهدي بحياه عيونك بحبك. لا تلبسي هذا الخاتم، لا تظلمي حالك وتظلميني. رح اثبت لك سوزان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.